بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الأحبة في كل مكان في هذه الأمسية وفي هذه الإطلالة اليومية من الآن وحتى العاشرة، وفيها نقلب صفحات من عمان وجديد الأخبار والموضوعات والأنشطة والفعاليات المتعلقة بالصعيد المحلي في مختلف المجالات وفي مختلف الأصعدة. في حلقة اليوم هنا مجموعة من المتابعات حضرها فريق عمل برنامج من عمان، وفي أولى المحطات سيكون الوقفة مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، تصدر قرار لتنظيم صادرات السلطنة وتحديد أنواعها وأيضا من الأسماك، والقرار يشمل من الفترة الزمنية من شهر يونيو إلى شهر أغسطس القادمين. هذه أولى محطات من عمان. والفقرة التاريخية كما اعتدنا عليها، وضيفنا المكرم الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري، والحديث حول ملامح الثقافة العمانية وكيف ساهمت السلطنة في صنع الثقافة العربية والإسلامية على مستوى المستويين الداخلي والخارجي. بالتحديد اخترنا هذه الفترة من القرن الثالث عشر الهجري إلى القرن الرابع عشر. والوقفة الثالثة ستكون مع المشاركة العمانية في برنامج فصاحة، هذا البرنامج الذي تم بثه عبر شاشة تلفزيون قطر ويعد الأول من نوعه على مستوى العالم العربي. والبرنامج فكرته تدور حول مسابقة تلفزيونية ويتم فيها اكتشاف القدرات الفصاحة، خاصة القدرات الثقافية والمهارات التنفيذية التي يمتلكها الفرد والمتسابق من وعي وإدراك وفصاحة لسان وقدرة على التعبير عن نفسه وعن شخصيته وما يمتلكه من فطنة وذكاء وسرعة بديهة. معنا الثلاثة الفائزين بمراكز متقدمة في برنامج فصاحة. هذه أبرز موضوعات حلقة اليوم بالإضافة إلى التقارير المتنوعة التسجيلية. فنرحب بكم مشاهدينا الأحبة في كل مكان، ونبدأ هذه الأمسية بعد ما نشاهد تقرير يتحدث حول الثروة السمكية تمثل مصدر قومي ومصدر رزق لكثير من الناس. فبعدها أولى محطات من عمان، فحياكم الله. لقد حظيت الثروة السمكية في السلطنة بقدر كبير من اهتمام الدولة لأهمية هذا القطاع ودوره البارز في توفير الغذاء لأبناء هذا البلد. ولا تزال الثروة السمكية تشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما تتمتع به من موارد متجددة، خاصة في ظل إدارة واعية وعلمية لهذا المورد الذي حافظ على استدامة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي وتوفير فرص العمل لقطاع هام من السكان ومن العاملين في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بهذا القطاع، وما يحققه من عوائد تصديرية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة. وتمثل الثروة السمكية بالنسبة للعمانيين الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، إذ أنهم التزموا بالمحافظة عليها رغم كثرة تنوع مصادر الرزق الأخرى التي تلت اكتشاف النفط وما سايره من تطور اقتصادي واجتماعي. وقد ارتفع إنتاج السلطنة من الأسماك خلال عام 2015 حسب الأرقام الأولية بنسبة 8.8%، وبلغ 229,626 طناً مقارنة ب 211,032 طناً خلال عام 2014. وسجل إنتاج السلطنة من الأسماك خلال السنوات الخمس الماضية نمواً بنسبة 46%، وتهدف خطط وزارة الزراعة والثروة السمكية الوصول بالإنتاج إلى 460,000 طن في نهاية الخطة الاستراتيجية السمكية الأولى عام 2020، ليكون هذا القطاع
عنصراً فاعلاً في تحقيق التنوع الاقتصادي. متابعينا الأحبة، أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساقواني وزير الزراعة والثروة السمكية قراراً بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها، حيث جاء في هذا القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية نوعية هذه الأسماك، ويبدأ هذا القرار من يوم غد إلى نهاية شهر أغسطس القادم. أرحب في هذه اللحظة بالفاضل سالم بن عبد الله راسبي، مدير عام التسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية. مساك الله بالخير، يا هلا فيك. مساء الخير أخي، حياكم الله. يا مرحبا فيك. الله يحييك. في البداية دعنا نتحدث عن طبيعة هذا القرار الذي صدره معالي الدكتور، يتعلق بطبيعة تحديد صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها. حقيقة قرار تنظيم الصادرات هو يمكن يعتبر ليس غريبا على العامة، لحكم أن هذا القرار دائما يصدر في من فترة لفترة أثناء المواسم، واعتادت الوزارة منذ عام 2011 تقوم بإصدار مثل هذه القرارات، وذلك الهدف منها طبعا هو توفير المنتجات السمكية في الأسواق المحلية، وإعطاء الفرصة للأسواق والمنافذ التسويق في بأن تستقبل كميات الأسماك التي تساعد في توفيرها للمستهلكين بشكل عام على مستوى السلطنة. طبعا القرار يعني خاصة هذا القرار يعني الوزارة دائما تقوم بالإصدار في فترتين على مدار العام. الفترة الأولى طبعا هذا القرار لو نظرنا لهذا القرار يبدأ من بداية من شهر يونيو لنهاية أغسطس، نعم، ودائما يكون في قرار آخر من شهر سبتمبر إلى شهر مايو من العام القادم لنهاية شهر مايو من العام القادم على مدار 10 شهور. طبعا القرار هذا شمل عدة أنواع، في بعض منها تم منع نهائيا من التصدير، ومواد أخرى شملت على أنواع معينة من الأسماك يتم فيها إنزال كمية 50% من نفس النوع في الأسواق المحلية، وبالتالي يسمح لها بتصدير الأنواع الأخرى، وأنواع ومواد أخرى شملت على أنواع أخرى يتم تنزيل الإنزال فيها بنسبة 70% مع السماح بتصدير 30%. الهدف منه يعني كما تعلم الآن في فترة الصيف، نعم، حركة البحر خاصة في بحر العرب تكون الأمواج عالية، وبالتالي نشاط الصيد يقل، نعم، في هذه المرحلة، صحيح، مما يؤدي إلى قلة نشاط الصيد وبالتالي قلة الإنزال، وبالتالي الإنزال ينخفض بنسبة حوالي 60% عن أثناء الموسم. الإنتاج المحلي الإنتاج السمكي، نعم، نعم، في السلطنة يعني، وذلك لظروف حركة أمواج البحر في هذه الفترة يعني. وهذا القرار يعني نأمل أنه يقوم بمعالجة وضع توفر المنتجات السمكية في الأسواق المحلية إن شاء الله. أنت ذكرت أنها فترتين، الفترة الأولى من يونيو إلى نهاية شهر أغسطس، نعم. الفترة الثانية تبدأ من سبتمبر، نعم، إلى مايو من العام الذي يليه. طيب سبتمبر لماذا تبدأ الفترة الثانية بالرغم أن يعني يهدأ البحر عن سابقه؟ طبعا هو صحيح يهدأ البحر ويكون الإنزال فيه أكثر من يعود لوضعه الطبيعي، ولكن كذلك لضمان توفر المنتجات السمكية في السوق المحلي. فهذا القرار يساعد في عملية تنظيم حركة المنتجات السمكية. ذكرت 50% و70%، ليش التفاوت هذا؟ لماذا التفاوت؟ طبعا في أنواع ممنوعة نهائيا من التصدير، واللي هي طبعا مثل أسماك الجيذر وأسماك الكنعد وأسماك السهوة، نعم، والعندق، نعم، وأنواع أخرى مثل ما وضحت لك أنها بنسبة 50%، يعني لأننا نتوقع أنها الأنواع الممنوعة نهائيا هي التي يقبل عليها المستهلك المحلي بشكل كبير جدا يعني. وفي أنواع كذلك يعني يمكن في تفاوت في عملية القبول لها، وكذلك إنزالها يكون في هذه الفترة كذلك بشكل جيد، ولذلك لإتاحة الفرصة لحصول نوع من التوازن في السوق المحلي وعدم الإضرار كذلك بالصياد أو الناقل. هنا كيف يتم مراقبة صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد نوعيتها؟ كيف يأتي تشكيل هذه الفرق لمراقبة حركة الصيادين؟ بالنسبة للقرار تنظيم الصادرات تنفيذه طبعا يعني دائما أي ناقل أسماك يرغب في التصدير أو شركة ترغب في التصدير بالأنواع المحددة في القرار لابد أن يمر
عبر سوق الجملة المركزي. نعم. الموجود طبعا في ولاية بركة، يقوم بإنزال الكمية المسموح بها بالإنزال وإعطاءه شهادة تصدير لتصدير النوع الآخر من الكمية الأخرى التي مسموح بها بالتصدير إلى خارج السلطنة. طبعا هذه الكميات تنزل في سوق الجملة، ويكون لها طبعا هناك المتداخلين في السوق إن كان المشترين، وعليها طبعا يتم إعادة توزيعها في الأسواق المحلية. هنا أيضا كيف سيتم تنظيم العملية بين الصيادين وبين هذه الشركات؟ تنظيم العملية طبعا مثل ما أوضحت لك، إذا كان الشركات ترغب في عملية التصدير، نعم، للأنواع، وهي طبعا توجد لديها كميات من الأسماك بنفس الأنواع الموجودة في القرار، ينطبق عليها نفس الآلية الموجودة في الموجودة ومطبقة على الناقلين. لكن ربما في القرار يعني شيء جديد يعتبر الآن، يعني ما هو؟ هو طبعا احنا الآن سمحنا بالنسبة للجيذر والشعري انه يتم تصديره، يسمح بتصديره من قبل الشركات الحاصلة على ارقام ضبط جودة. نعم. اذا تم شراء هذه الكميات من قبل سوق الجملة المركزي. بحيث تكون النواحي يعني المرجع هو طبعا سوق الجملة المركزي، وعلى إدارة سوق الجملة المركزي هي تحدد الكميات في هذا النوعين بالذات يعني من الأسماك. حيث كما تلاحظ يعني خلال الفترة الماضية هناك كميات الحمد لله لا بأس فيها من أسماك الجيذر التي نزلت في الفترة الأخيرة. نعم. ويمكن تلاحظ لدى الجميع انخفاض في أسعار الجيذر، يمكن يصل إلى نسبة 70% عن السنوات الماضية. وطبعا من واجب الوزارة من مبدأ لا ضرر ولا ضرار هو المحافظة على مصالح طبعا الصيادين والناقلين وكذلك المستهلكين في هذا الجانب. طيب بالنسبة إلى يعني بعض الأسماك أو النوع من الأسماك التي تم حظر تصديرها، أيضا بعض الأسماك المعلبة هنا يستثنى منها الجيذر تقريبا، ويستثنى منها الشعري المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة أيضا. نعم. هنا. نعم. كيف هو هذا اللي أنا أوضحتك الآن، يعني على أساس أنه بالنسبة للأسماك طبعا المعلبة، إحنا طبعا في السلطنة يوجد شركة واحدة فقط وهي تقوم بتتعامل مع موضوع التونة يعني. أما بالنسبة للشركات الأخرى الحاصلة على رقم ضبط جودة وترغب في تصدير الجيذر، مثل ما وضحت لك أنه لابد من شراء الأسماك من سوق الجملة المركزي، وعلى إدارة السوق هي تحديد الكمية بعد أما تطمئن على أن الكمية يعني جزء من الكمية تحصل عليه تجار السوق المحلي. هذا طبعا مثل ما أوضحت لك هو الاستيعاب الكميات الزائدة في هذا الجانب، والمحافظة على السعر اللي سوف يحافظ على مصالح الصيادين والناقلين والمستهلكين في هذا الجانب. جميل. الآن ذكرت بهذا الموسم بالتحديد تقل الكمية على المستوى المحلي، فبالتالي هنا يمنع تصدير بعض وحظر تصدير بعض أنواع هذه الأسماك. لكن كيف متابعة السوق المركزي سوق الأسماك بالنسبة للمستهلكين، بالنسبة أيضا توزيع القيمة هنا والأسعار بين مختلف المناطق، خاصة مناطق تقع على البحر ربما يعني يكون فيها السعر أقل من المناطق التي تكون أبعد من ذلك، هنا كيف تنظيم هذه العملية بحيث يضمن المستهلك أيضا قيمة موحدة؟ والله هو شوف السوق عندنا سوق حر، كقيمة موحدة من الصعب أنك يعني لو تلاحظ تتبعت للأسواق يعني هي متفاوتة من ولاية إلى ولاية في الأسعار، يحكمها العرض والطلب. لكن بالنسبة لعمل السوق المركزي، السوق المركزي طبعا يقوم بعملية متابعة، طبعا ترسل بيانات الأسعار من جميع ولايات السلطنة من قبل المراقبين الأسواق السمكية، وطبعا في قاعدة بيانات موجودة عندنا في الوزارة، وطبعا هم بناء على هذه قاعدة البيانات اليومية التي تصل إليهم يقوموا بتحديد السعر الأساسي اللي هو ممكن ينطلق منه السعر أثناء المناداة والدلالة يعني. وأما في السوق المحلي أسواق التجزئة، نعم، يحكمها مثل ما وضحت لك هو العرض والطلب بناء على كمية المتاح من المعروض. أنت لو تلاحظ الآن في كثير من الكميات من على مدار الأربع سنوات الماضية كانت سعرها عالي جدا يعني، ومن ضمنها وضحت لك الجيذر. نعم. الآن عندما أصبح في وفرة في الكميات الأسماك انخفض في بعض المواقع إلى 500 بيزة. صحيح. ولذلك الوزارة كذلك تلقت شكاوي من أصحاب السفن وأصحاب القوارب والصيادين والناقلين على أن هذا طبعا ليس في صالحهم،
وفي نفس الوقت مثل ما وضحت لك الآن عندنا فترة صيف وقلة في الأسماك، فعلى أساس نقوم بعملية خاصة المحافظة في هذا الجانب والمحافظة على توازن السوق من حيث توفر كميات الأسماك من هذا النوع والأسعار. طبعا وضعنا مادة اللي هو بإمكانية الشركات قيامها بشراء هذه الأسماك طبعا بعد ما تقوم فيها بعملية القيمة المضافة، توفير القيمة المضافة، لأن الحقيقة الآن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة تعظم الفائدة من المنتجات السمكية. احنا يعني الآن عندنا أكثر من نصف الكمية نعم تصدر خارج السلطنة، ولذلك يعني احنا طبعا كثير من القيمة تفقد في هذا الأمر بحكم أنها تصدر كمادة خام، لكن لو تم معالجتها وتم توفير القيمة المضافة أنا أتوقع بيكون الفائدة طبعا على الاقتصاد بشكل أكبر تكون يعني. وهذا طبعا توجه الوزارة من خلال تنظيم آليات التسويق اللي بدأت فيها طبعا بعد ما كلفت من قبل طبعا مجلس الوزراء في عام 2011، طبعا بدأت في عملية تنظيم آليات التسويق وقامت بعملية متابعة حركة المنتجات السمكية، وإحنا نرى أن لابد من وجود أسواق جملة نعم يعني خاصة في مواقع الإنزال، وهذا التوجه الآن اللي احنا القادم معنا طبعا الآن في الفترة الأخيرة تشغيل سوق الطريات كسوق جملة، وكذلك سوق دبك سوق جملة، والتوجه الآن كذلك لسوق صور في ميناء صور لتشغيله كسوق جملة. طبعا هذه أسواق الجملة تتيح الشفافية في عملية الأسعار بحيث نعم. تكون في عملية دلالة وإتاحة لكل المتداخلين في السوق المحلي من أصحاب البائعي التجزئة في الأسواق وأصحاب المحلات والمنافذ بيع الأسماك والمجمعات التجارية وأصحاب المطاعم والشركات يعني يعرض لهم أساس أن نكسر القاعدة السابقة اللي هي عملية الأخذ المباشر من قبل التاجر من قبل الصياد مباشرة يعني. بالنسبة للفترة الأولى هذا أعتقد نعم. بالنسبة للفترة الثانية العمل نفسه كما هو العمل في الفترة الأولى أم يختلفون العمل؟ بالنسبة للقرار طبعا العمل هو الجهد مستمر في هذا الموضوع إلى أن تكتمل منظومة التسويق في هذا الجانب يعني، لكن بالنسبة للقرار تنظيم الصادرات طبعا أكيد راح يختلف في بعض الأنواع من حيث عدد الأنواع الممنوعة والممنوعة أو اللي فيها نسب كذلك عددها. الآن ربما زاد عدد أنواع الأسماك الممنوعة وكذلك اللي فيها نسب، لكن في القرار اللي يأتي في موسم نشاط الصيد طبعا يقل عدد الأنواع الأسماك الممنوعة وكذلك اللي هي طبعا الأنواع التي تحدد فيها نسب للسوق المحلي. خاصة احنا الآن مقبلين على موسم الخريف وحركة بحر العرب بحر هائج بالتحديد في محافظة ظفار في مدينة صلالة يقل أو تقل حركة السوق، لكن هل هذا الشأن يعني لكم عند مراقبة الأدوات المستخدمة في قص السمك في أيضا تجزئة السمك تغليف السمك؟ طبعا بالنسبة للشركات أخي الكريم يعني تتابع من قبل الوزارة وتطبق لائحة يسمونها لائحة تنظيمية الأسواق السمكية أو لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية المصدرة. طبعا هذه اللائحة طبعا تشمل على كل العوامل داخل المصنع، والشركة لا تعطى رقم ضبط جودة إلا بعد ما تطبق الشروط والمواصفات المتعلقة بلائحة ضبط جودة الأسماك. بالنسبة للإشتراطات الصحية؟ بالنسبة للإشتراطات الصحية طبعا كيف؟ يتم أيضا الأمر معني مباشرة أم هنا يتدخل حماية المستهلك في لا طبعا هي طبعا مسألة من قبل الوزارة يتم متابعتها بشكل مباشر، يتم متابعتها من أخصائيين متخصصين في ضبط جودة، يتم متابعتها وزيارات دورية للشركات في مدى التزامهم بتطبيق لائحة ضبط الجودة بالنسبة للمصانع الشركات الحاصلة على رقم ضبط جودة. طيب كل التوفيق لكم إن شاء الله. أحسنت بارك الله فيك الله يعطيك العافية الله. شكرا. كان معي الفاضل سالم بن عبد الله الراسبي مدير عام التسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية. مشاهدينا الأحبة نتواصل معكم في محطة قادمة ووصلة أخرى في من عمان بعد هذا الفاصل.
مرحبا مرحبا بالكون في أرض السلام. مرحبا مرحبا بالكون في حضن الوئام. مرحبا مرحبا بالكون في أرض السلام. للثقافات حوار في بلادي، وفنون العلم بحر من مدادي. للثقافات حوار في بلادي، وفنون العلم بحر من مدادي. وهنا الآداب نهج ومبادئ، وهنا الآداب نهج ومبادئ. حبذا السقيا وأنعم بالحصاد. للثقافات حوار في بلادي، وفنون العلم بحر من مدادي. للثقافات حبذا السقيا وانعم، حبذا السقيا وانعم، حبذا السقيا وانعم بالحصاد. مشاهدينا الكرام، ساهمت عمان منذ القدم في صنع الثقافة العربية والإسلامية على المستويين الداخلي والخارجي، فظهر فيها علماء وشعراء ومفكرون وقادة وغيرهم، تركوا لنا آثارا ثقافية فكرية وأدبية. أرحب في هذه اللحظة بالمكرم الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري، عضو مجلس الدولة. مساك الله بالخير. الله يعني فيك دكتور، منور. الله يبارك فيك دكتور. في البدء نحدد هذه الفترة التي ساهمت فيها السلطنة في صنع هذه الثقافة العربية والإسلامية، بالتحديد من القرن الثالث عشر هجري إلى الرابع عشر. نعم. وإذا أمكن إلى الخامس عشر. نعم. ظهر في هذه الفترة أيضا علماء، ربما أشرنا إلى أنه لم يحدث انقطاع
في هذا الموج الثقافي أو العلمي إلا في حدود القرن العاشر تقريبا، لأن وقت اضطراب وقت فتن، لكن بعد ذلك استمر العطاء. في القرن الثالث عشر يعني هناك أيضا عطاء كثير من شعراء وأدباء وفقهاء أيضا، لكن من أشهر الفقهاء هؤلاء العلامة جميل بن خميس السعدي يعني من الباطنة، وله موسوعة شهيرة طبعت السنة الماضية بعنوان قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة تجاوزت 90 جزءا. فإذا الشيخ صاحب قاموس الشريعة هو من علماء القرن الثالث عشر الهجري. أيضا عندنا العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، هو شاعر وأديب وعالم سلوك أو متصوف، وهو فقيه وهو سياسي. المحقق سعيد بن خلفان الخليلي غالبا إذا وردت كلمة المحقق في الأثر العماني فإنها لا تنصرف إلا إلى سعيد بن خلفان الخليلي. له كتاب مهم اسمه تمهيد قواعد الإيمان، طبعت وزارة التراث، ثم طبع أيضا وطبع عدة طبعات أيضا في حلة قشيبة تسر الناظرين. العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي لا يحفظ فقط الأثر، نعم، إنما ينظر إلى المقاصد ويجتهد أيضا ويتأول إذا وجدت هناك ما يدل على الصيرورة إلى التأويل. أنا أذكر فتوى للعلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، نعم، ربما أثارت لغطا حتى من الوسط العلمي المعاصر له. لماذا؟ لأن الفتوى تقول أنه على الرعية أن تقرض الدولة إذا احتاجت الدولة، والأصل أن الدولة هي التي تمول الرعية، تمول الشعب، تمول المواطنين، تمول الأمة. لكن على أن تصير الرعية هي التي تمول دولة هذا كان مستغربا، لكن العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي نظر إلى أن خزانة الدولة آنذاك تكاد تكون صفر، وأيضا تعرضت بعض أجزاء البلاد لغزو، نعم، فهنا أعمل المصلحة واستحضر سد الذرائع الذي هو باب من أبواب أصول الفقه. فلما أفتى بهذه الفتوى لم يتقبلها بعض أقرانه من الفقهاء، فلربما من العامة لا يتقبلونها، لكنه أجاب بأني لست من الذين يفرون بدينهم من شاهق إلى شاهق، أي أنا أنظر المصلحة، الحفاظ على الدولة ووحدتها وطرد كل مثل طامع، كل طامع فيها أو غازي، هذا مقدم عند العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي. لذلك قال هنا يجب أن تتضامن الأمة، يتضامن الشعب، يتضامن المواطنون مع الدولة فيقرض الدولة. هو الآن هو سابق في فتواه الأوضاع التي مرت بالعالم الإسلامي في هذا القرن. أحيانا الدول تضطر أن تستقرض من البنوك المحلية أو غير ذلك، فإذا هناك فتوى للعلامة المحقق سعيد بن خلفان في هذا المجال. في القرن الرابع عشر ظهر علماء كثيرون أيضا. نور الدين السالمي يكاد شهرته فاقت غيره، هو أيضا أديب وهو لغوي وهو فقيه وهو مؤرخ. نبدأ مع نور الدين السالمي، ما هو سبب هذا التفاؤل في عناوين هذه الكتب التي ألفها؟ جيد، سؤال جيد. واضح أن العلامة نور الدين السالمي بهجة الأنوار ومدارج الكمال وجوهر النظام وغيرها من المؤلفات تبدأ بتفاؤل لم يستخدم هنا
القوة وبعض أو خشونة الألفاظ كالسيف وغيرها ما استخدمها بعض المؤلفين والأدباء والفقهاء. لا، كان نور الدين السالمي يكثر من التفاعل. انظر مثلا إلى مؤلف إلى جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، صاغه أولا التسمية ترغبك في القراءة، لكن إذا كان عنوان الكتاب فيه شدة يجعل من الناس أحيانا تنفر. جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، نعم، حتى كبار السن الذين ربما بعضهم غير متعلم يحفظ أبياتا من جوهر النظام. هناك أيضا مدارج الكمال، نظم مختصر الخصال، لاحظ معي مدارج الكمال، نظم مختصر الخصال، مدارج الكمال للعلامة نور الدين السالمي، قام بنظم مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الحضرمي اليمني. فبالتالي هناك تلاقح في الفكر وفي الثقافة، لكن التسمية مدارج الكمال. ثم لننظر كتاب الآخر معارج الآمال، وهي موسوعة تمت طباعتها أيضا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حلة قشيبة، نعم. وله كتاب العقد الثمين، هذه الآن في الفقه، له كتاب قيم اسمه تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان. وهذا الكتيب صحيح أنه صغير الحجم لكنه كثير الفائدة، كان هو المعتمد في تدريس الطلاب أو الناشئة بعد قراءتهم القرآن الكريم في مدارس القرآن الكريم. ولعل هذا الكتاب كان أكثر الكتب طباعة، وقد وجدت ثناء من قبل منظمة تهتم بالتربية والثقافة والعلوم على سلاسة هذا الكتاب وعلى الأسلوب التربوي الذي انتهجه السالمي في تلقين الصبيان. علماً الأخ حفيظ، علماً بأن السالمي لم يدرس علم النفس ولم يدرس علم الاجتماع بالفطرة هي ولا المنطق، لكن آتاه الله هذه الموهبة في التأليف. هذه الملكة، نعم. هذه بعض مؤلفاتي في الفقه. لننظر مثلاً بهجة الأنوار في العقيدة، يختار لها الأسماء التفاؤلية، وهناك كتاب مشارق أنوار العقول، نلاحظ أيضا الاسم التفاؤلي. حتى في اللغة العربية له كتاب بلوغ الأمل. أما في التاريخ فله كتاب اسمه تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. ولا يمكن لأي راغب في دراسة تاريخ عمان إلا أن يصير إلى كتاب تحفة الأعيان. صحيح. لكن علينا أن نلاحظ أيضا أن العلامة السالمي فقيه، والفقيه ينشد المثالية، وإذا كنت تنشد المثالية فإنك تأتي بالنماذج التي تعتقد فيها المثالية والقدوة. فهنا لم يجمع كل التاريخ، بل هناك فترات، نعم، غيب أو غاب التأريخ عنها، لأن التاريخ في عمان غالبا ما كتب بلسان الفقيه. فبالتالي الفقيه إذا كان ينشد المثالية فلن يكتب إلا ما يظن أنه مثالي أو يصلح أن يقتدى به. لكن وقعت تغطية في جوانب التاريخ العماني من قبل ابن الإزكوي، سعيد بن سرحان الإزكوي، كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة. إذن هذا هو نور الدين السالمي. هنا الأخ حفيظ، العلامة نور الدين السالمي كان داعية وحده. أنا أذكر مما قرأناه لما راسله سليمان باشا الباروني من القطر الليبي، كتب له رسالة، ما هي آلية توحيد هذه الأمة؟ وفي أي البقاع ترى أنها مناسبة لأن يجمع هذا الشتات من علماء من فقهاء ليتحاوروا ثم يجتمعوا؟ وقال له، ألا ترى أن المذاهب شتتت أو التعصب لها ليس ذات المذاهب؟ أجابه العلامة نور الدين السالمي، قال له، أوافقك،
أن التنابز بالألقاب من أسباب ضعف الأمة، وأن التعصب المذهبي أيضا سبب في ذهاب قوتها وتلاشي ريحها. قال له: وأرى أن أفضل مكان إذا خلصت النيات ورغب الناس في الوحدة، أفضل مكان يجتمع فيه في مهبط الوحي، يتداول يتناقش لينشروا ما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه. نعم. إذن هذا جانب من جوانب دعوته للوحدة. جميل. أيضا له ملمح آخر، وهو أن كل من نطق بالتوحيد صار مسلما، ولو تأول أو ذهب فيما قاله بتأويل تراه أنت أضعف من خيط العنكبوت، المهم أنه متأول، لا يحق إذن تكفيره. لذلك قال في كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة، قال: ونحن لا نطالب العبادة فوق شهادتيهم اعتقادا، فمن أتى بالجملتين قلنا إخواننا وبالحقوق قمنا. هذا المبدأ كافي لأن ينتشر بين المسلمين، وهو كل من نطق بالتوحيد صار أخا. فيما بعد ما وقع من إشكاليات أو خلافات وقع بين الصحابة أيضا في المسائل الفقهية، وكل منهم عذر الآخر. نعم. هذا من جهة في الدعوة إلى الوحدة. أيضا من جهة عدم تقديس الرجال مهما بلغوا، ومشكلة عالمنا الإسلام اليوم هي تقديس الرجال أو الشخصيات، فتجعل كأنها مجسدات أو كأنها مجسمات، كأنها رموز. أنت تحترم هذه الشخصيات، تحترم هؤلاء العلماء، الاحترام يختلف عن التقديس. لذلك العلامة نور الدين السالمي يقول: إنني أقف الدليل فاعلما، لم أعتمد على مقال العلماء، فالعلماء إنني أقف الدليل فاعلما، لم أعتمد على مقال العلماء، فالعلماء استنبطوا ما استنبطوا من الدليل وعليه عرجوا، فهم رجال وسواهم رجل، والحق ممن جاء حتما يقبل. إذن هذا أيضا عدم، مع عدم التقديس مع ضرورة احترام. أيضا الاحترام يتجلى لكل شخص مهما اختلفت معه. في نفس شرح صحيح الربيع مع بعض الاختلاف في الألفاظ الحديث ماذا يقول؟ قال: وإني لأنزه البخاري عن الكذب. وبالتالي إذا اختلفت مع هذه الشخصية، مع هذا العالم، مع هذه المدرسة، لا يسارع الشخص في التكذيب. وغالبا لغة الفقهاء رطبة، يعني يستخدمون عبارة لعل فلانا اطلع على دليل لم نطلع عليه، لذلك لا يستخدموا عبارة فلان كذاب وضاع دجال. لا يشترط، لا يشترط أن يكون قصد الكذب أو أنه قصد الوضع، ربما سهى ربما نسي، فالفقيه لا يستخدم هذه اللغة. أيضا عند العلامة نور الدين السالمي في ملمح آخر، هي أنه يحترم الرأي الآخر. صحيح يناقش الرأي ويرد ويرجح، لكنه باحترام، وهذا ما ينبغي أن تسلكه الشبيبة في عالمنا الإسلامي. بحاجة، بحاجة، يعني ليس من عالم، من علماء الأمة، من علماء الأمة كاف، ليس من عالم قصد مخالفة الصواب أو مخالفة النبي، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. لذلك كان العلامة السالمي أحيانا يعجب بقول أبي سعيد الكدمي، فإذا أعجبه مع أنه سابق، هو في القرن الرابع، نعم، الرابع الهجري، والسالمي في القرن الرابع عشر الهجري، يعني مسافة، إذا أعجبه قول أبو سعيد قال: لله در، ما أعلم ما أعلمه وما أحكمه. وإذا لم يرتض القول لم يرسل لسانه عليه، إنما يقول: ولعل فلانا من العلماء.
قد اطلع على دليل لم يصلني، ولعل فلانا عندما ذهب إلى ذلك القول لم يصله الدليل وقد وصل إلي. سبحان الله، حسن النية. ولعله رأى الدليل ناسخا ورأيته أنا منسوخا. وهذه اللغة لو سادت أيضا بين، سواء كان في أوساط العامة أو بين العلماء، ما رأينا يعني هذه المشادات أحيانا التي تقع في بعض بلاد عالم الإسلام. جميل، يعني طفنا على حياته ومرينا على بعض المراحل من علمه. أسس البحث العلمي والتاريخ في تلك الفترة أظن تختلف تماما عن جمع التاريخ في الوقت الحالي وفي الوقت المعاصر. كيف كان يستخدم العلماء تلك الفترة المصادر وجمعها؟ نعم، يقال الحكمة ضالة المؤمن كما قلنا في الحلقة الماضية. لذلك هذه الأفكار لابد أن تتلاقى. طبعا إذا كان أصلا الإسلام يجيز لك أن تتعلم، يعني المسلمون تعلموا في إشبيلية، في غرناطة، في قرطبة التي تسمى الآن إسبانيا والبرتغال، أو الأندلس سابقا، وأتتهم أقوام فتعلمت معهم وهي غير مسلمة. الآن بعثات العلمية إلى دول أوروبية، ما يسمى دول شرقية أوروبا، دول غرب أوروبا. المهم التقنيات، العلوم، سواء كانت علوم تجريبية أو العلوم اللسانية أو الإنسانية، هذه تؤخذ ما دام العلم نافعا. هذا أيضا واضح أو ينعكس على الثقافة العمانية. نعم، يعني تواصلوا مع بقية الثقافات، خاصة كما قلت في العراق، أخذوا أثروا وتأثروا، وهذا شيء طبيعي. ما دمت ستكون منفتحا سترد إليك ثقافات تتأثر بها، وأنت أيضا ستصدر ثقافات يتأثر بها الآخر. لكن يبقى أن ملامح الثقافة هنا في عمان أنه يغلب عليها أنها ثقافة خالصة العربية، أي ثقافة عربية. نعم، خالصة. يعني في معظم الأقطار أحيانا تتداخل الشعوب، ومن باب أولى تتداخل الثقافات، مثل بلاد ما بين النهرين. يعني دولة حضارية تجاورها دولة فارس وهي دولة حضارية، كلاهما دخل الإسلام، العراق وفارس. نعم، واندمجت الشعوب مع بعض، فبالتالي لم تعد الثقافة هناك ثقافة عربية خالصة. في عمان إلى فترات متأخرة كانت الثقافة ثقافة عربية خالصة. أيضا لم يدخل العمانيون علم الجدل والسفسطة ولم يشتغلوا بالفلسفة، هذا واضح. يعني كثير من العلماء اشتغلوا بالفلسفة، بالمنطق، بعلم الجدليات. نعم، معروف العرب على السجية، على الفطرة، على الجبلة. لا، إنما وردتهم فلسفة بعدما اختلطوا بالثقافة الهندية، بثقافة اليونان، أرسطو، طاليس، أفلاطون وغير ذلك، فوقع الترجمة ووقع التداخل. لكن بالنسبة للثقافة في عمان هي ثقافة تغلب عليها أنها عربية خالصة. أيضا الأخ حفيظ، الاعتماد الذاتي عندهم في تكوين الثقافة. يعني نحن لما نتابع هنا ماذا يشتغلون، ترى يقال الفقه ابن بيئته. الفقه ابن بيئته. ابن بيئته. ابن بيئته. نعم، لذلك قد تجد هنا الفقيه يقر شيئا ويرى جوازه، طبعا ما لم يكن مقطوعا به، بينما في مصر قد تصدر فتوى بعدم جواز ذلك، وفي اليمن قد تصدر فتوى بالكراهية، وفي نجد قد تصدر برأي آخر. لماذا؟ هنا البيئة لها تأثير على الفقيه، العرف له تأثير على الفقيه. جميل، وهنا ضربوا مثال. أحيانا العرف طبعا يعتبروه مصدر من مصادر التشريع الإسلامي،
فابن بركة مثلا يقول لو قال شخص والله العظيم لن آكل اليوم لحما، هنا ننظر إلى العرف ماذا يقصد في عمان. طيب لو جاء وقت الغداء فأكل سمكا، هل يكون حانث وعليه كفارة لأنه قال والله العظيم لن آكل اليوم لحما؟ نعم. قال لا. لماذا؟ قال لأن العرف يفرق بين اللحم وبين السمك، مع أن الله تعالى يقول تستخرجون منه لحما طريا، السمك ذاته هو لحم، كيف لا يحنث؟ قال ننظر إلى العرف، الناس تفرق، يقول اليوم لن آكل لحم إنما آكل السمك، قال إذن ليس بحانث، لجا إلى العرف. لو قال شخص من الحضر مثلا من سكان مسقط وهي فيها المدنية والحضارة قال والله العظيم لن أدخل اليوم بيتا، قالوا لو دخل بيتا على هذه الحالة من إسمنت وغيره مسقوف قالوا يعتبر حانث وعليه الكفارة، لكن لو ذهب إلى الصحراء هناك لو دخل الخيمة، هناك كانت في السابق لا توجد هذه المباني، هناك خيام من شعر أو صوف، نعم، قال لا يعتبر حانثا لأن أهل البادية لا لأن أهل الحضر أهل المدنية لا تسمي المنازل المبنية من الصوف والشعر بيوت، فقال لا يحنث، لكن لو دخل نفس البيت يعتبر حانث، بخلاف البدوي لو قال والله العظيم لن أدخل بيتا فنام في بيت الشعر والصوف قال حانث، هنا ليس واسطة للبدوي لكن ذلك بيت البدوي من صوف ومن خيمة ومن شعر كان سابقا، فهنا لابد أن نلاحظ هذه الثقافة. لأستفيد من الوقت سؤال باختصار، كان الفقيه العماني في تلك الفترة في نفس الوقت يكتب الفقه في منظومات شعرية، وأيضا كان طبيب وكان أيضا شاعر وعمل في عدة مجالات، ما سر ذلك؟ أما الشعر ربما لأن العمانيين أو الثقافة العربية هي الغالبة والسائدة، والعرب عرف الشعر ديوانهم، الشعر ديوان العرب والمعلقات معروفة. الأمر الآخر توجه معظم الفقهاء أو معظم أهل عمان كانوا ينظمون الشعر، قل ما تجد فقيها ليس بشاعر. لماذا؟ لعذوبة الشعر وسلاسته ولسهولة الحفظ. أنت عندما آتي أنا بورقة مليئة من الكلام ولو كان بليغا لا أحفظ، لكن يمكن أن أختصر هذه الصفحة كاملة في بيتين من الشعر، لذلك لجأوا إلى الشعر. أيضا ما يعرفون لا يعرفون ما يسمى اليوم بالتخصص، تخصص هندسة، تخصص طب، تخصص شريعة، تخصص فيزياء، لغة، فيزياء، نعم، كيمياء، لا نعم، يعرفون، نعم، يعني غير كان الشخص موسوعيا، فقيه شاعر أديب فلكي، وأحيانا تجده قائد عسكري. عمرو مسعود المنذري صاحب كشف الأسرار المخفية الأجرام السماوية، نعم، هو فلكي وهو أيضا له اطلاع بالفقه. تجي الخميس بن سعيد الشقصي هو فقيه وهو قائد عسكري، مسعود بن رمضان النبهاني هو قائد عسكري وهو فقيه. هنا أحيانا تجد قائد عسكري وتجده شاعر، علما بأن غالبا القائد العسكري اللي صفة من صفاته الضبط والحزم والربط، بينما الشعر اللي هو يخاطب الوجدان، يخاطب العاطفة واللطافة والغزل لكنهم يجمعون. راشد بن عميرة هو الطبيب، والطبيب غالبا يشاهد عمليات التشريح وأجزاء الإنسان، يعني ربما صار قلبه صلب لكنه أيضا له حظ بالفقه، له حظ من الشعر الذي هو يعتبر رقراقا لطيفا.
كل التوفيق لك دكتور، بارك الله فيك، شكرا على الإضاءات الثقافية. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا. كان معي المكرم الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري، عضو مجلس الدولة. إذن متابعينا الأحبة، بعد ما نشاهد تقرير حول فصاحة المعاني، لنا حديث ووقفة حول المشاركة العمانية في برنامج فصاحة، هذا البرنامج التلفزيوني الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، بعد هذا التقرير. كلنا نعلم أن الإنسان يميز بأربع: دينه الذي يعتقد به، لغته التي ينطق بها، وطنه الذي فيه يسكن، واسمه الذي ينادى به. لابد من الوعي العميق بأهمية اللغة العربية الفصيحة ومكانتها الراقية بين اللغات، كما لابد من رعاية ألسنة العرب والاهتمام بكمال لغة ألسنتهم والعناية باللسان العربي، لأنه برقي اللسان العربي نجد رقينا ورقي لغتنا العربية. لن نقول بأنها ستزول أو ستنتهي، وإنما نحن بحاجة لاسترجاعها. ربما البعض منكم قد يغفل، أو بالأحرى يتغافل، لأمر اللغة العربية الفصيحة، فكما قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم. فحمدا لله كثيرا الذي حفظ لغتنا من الزوال، فأخلد لنا القرآن الكريم، فبخلوده تخلد اللغة العربية الفصحى. فصاحة ألسنتنا هي مفاتيح سمو مكانتنا أينما وطأت أقدامنا، فنحن أمة تميزت بقوة لغتها العربية الأصيلة، والتي تفاخر ناطقيها بأنهم من علية القوم الأفاضل. أوليس من المفترض من لغتنا أن تباشر مسيرتها العظيمة؟ فهي كانت أمسنا، ويجب أن تكون يومنا وغدنا ومستقبلنا، ومأدبة لذيذة نبدأ بها صباحنا وننهي بها مساءنا، ويحدون الأمل بيوم مشرق آخر. أرحب بكم في رمضان. التغذية الأوسع يعني الإنجاز، التطور. عالم تزداد أحداثه في سباق مع الزمن. آخر الأخبار.
وأهم المستجدات الإقليمية والعالمية من مركز الأخبار. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أين محمد وصاحبه؟ أين ذهب؟ في رمضان. مشاهدينا الكرام، أكثر من 700 مشارك من العالم العربي شاركوا في برنامج فصاحة. هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، تنبثه من قبل تلفزيون قطر. وفكرة هذه المسابقة كانت بهدف اكتشاف القدرات، قدرات الفصاحة وأيضا القدرات الثقافية والمهارات التنفيذية التي يمتلكها المتسابق من وعي وإدراك وفصاحة لسان وقدرة على التعبير عن نفسه وشخصيته وما يمتلكه من فطنة وذكاء وسرعة بديهة. ورحب بأحمد بن سالم الكلباني، مساك الله بالخير. يا أهلا فيك. بك حفيظ، حياك الله، يا مرحبا فيك. وأيضا أرحب بيوسف بن عبد القادر الكمالي، أهلا وسهلا فيك، حياك الله، نورت. وأيضا أرحب بسليمان بن أحمد الشريقي، أهلا وسهلا بالخير، حياك الله. أحمد، ما هو الطريق الذي أوصلك اليوم إلى الفصاحة؟ جميل. إذا كان السؤال عن الطريق الذي أوصلني إلى برنامج فصاحة بالتحديد، ف يعني من قبيل الصدفة أنه سئلت نفس السؤال تقريبا من الإعلام، من الإعلامي بدر الشيباني بالأمس في الأمسية التكريمية التي احتفت فيها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بنا. نعم. تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم الحسني وزير الإعلام الموقر، ونوجه لهم كل التحية على هذا التكريم الجميل الذي شهدناه. الطريق الذي أوصلني إلى برنامج فصاحة مجددا الصدفة. كنت قد قرأت خبر هذا البرنامج في إحدى النشرات الإخبارية كخبر، وتخمر في ذهني حتى فترة لاحقة، ولا أدري لماذا تذكرت، ربما لأكون أحد المشاركين في برنامج فصاحة. تذكرت البرنامج. نعم. كان في يوم عطلة، وكانت اللجنة تقيم في فندق قصر البستان، حضرنا معهم في المركز هذا، مركز الاختيار. نعم. وتقدمنا للجنة، وفجأة شعرت أو فجأة وجدت نفسي في برنامج فصاحة. هكذا كانت المشاركة. طيب يوسف، بعد هذه المشاركة كيف شعرت نفسك قبل دخولك إلى برنامج فصاحة، بعد أن استفدت الكثير من قبل لجنة التحكيم، تعلمت، تدربت، اشتغلت على نفسك؟ فعلا، أول شيء أرحب بك أستاذ حفيظ، وأشكر القائمين على هذا البرنامج، على هذه المبادرة. طبعا أظن هذا السؤال لو وجه إلى كل المتسابقين سيكون جوابهم يعني فيه الجزء كبير من الشراكة، وهو أن الجميع بالطبع استفاد من هذا البرنامج. أكبر فائدة أعتقدها هي أنها وضع نفسها أمام مرآة دقيقة جدا، يعني لا تجامل، مرآة ربما لغوية، مرآة حتى فكرية. يعني أنا عندما كنت أعبر عن الفصاحة وأسأل عن معنى الفصاحة بالنسبة لي، كنت أجد أن معنى الفصاحة هو القدرة على أن يعني أن نفصح، أن نعبر عن أفكارنا قبل أن يكون هذا الوعاء اللغوي الذي نتحدث فيه باللغة العربية الفصحى. يعني لا أشعر أنه يعني يكفي الإنسان أن يكون لديه أو أن تكون لديه لغة رفيعة فخمة طالما أنه فارغ من الداخل، يعني بما سيملأ هذه اللغة. وكان باستمرار يعني أعضاء لجنة التحكيم يشيرون إلى هذه النقطة، يقولون نحن لا نريد الوعاء، نحن نريد المضمون. الله. سنتجاوز لكم عن الأخطاء النحوية أحيانا، سنتجاوز لكم عن بعض الوقفات، عن بعض النبرات، لكننا لن نتجاوز عن المضمون الرديء. ف
يعني هذا كان جميلا. وفي أحد الأبيات في برنامج فصاحة الذي طلب منا أن نعبر عنه كان بيت يدل على هذا المعنى: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه وفي داخل أثوابه وفي أثوابه أسد هصور. فأنا أقول أيضا أحيانا تجد الشخص يعني ربما بلغته إنسانا بسيطا مطبوعا، ولكن في فكره وفي منطقه فعلا إنسان عميق جدا ناضج إلى درجة بعيدة، ربما يقود أمه إلى الحضارة وإلى منارة جميلة جدا. أنا أضيع بينكم يعني أخجل أتحدث أمامكم. الله يرحمك. سليمان، هل كنت تركز على المضمون الذي سوف تقدمه أم كنت تركز على الكلمة والمخزون الثقافي من فصاحة قبل المسابقة؟ أولا أهلا وسهلا بكم في هذا المساء الجميل النابض باللغة العربية وبالجمال وبالألق وبالتميز. الله يسلمك. طبعا الواحد منا عندما يتحدث المضمون هو بمثابة الروح للكلام الذي تتحدث به. إن لم تكن لا تملك مضمون للكلام الذي تريد أن تتحدث به فمعنى ذلك أن كلامك كأنه جسد بلا روح، ودائما الشيء الذي يكون بدون روح وبدون وجدان لا قيمة ولا معنى له. لذلك من أهم الأشياء التي كنت أركز عليها عندما أريد أن أتحدث المضمون، لابد أن أضع في البداية مجموعة من الأفكار أمشي على أساسها. ليس مهما أن آتي بكلام بليغ، أن آتي بالمحسنات البلاغية من السجع ومن الطباق ومن الجناس، بقدر ما أركز على ذلك المضمون الذي أستطيع أن أنفع المستمع الذي يستمع إلي، وأن أصل إلى الفكرة بسهولة وبأريحية وبيسر. وكما قال الأستاذ أحمد الشيخ أذكر في مرة من المرات بأن الفصاحة هي السهل الممتنع، أن تصل إلى الفكرة التي تريد أن تصل يعني إليها، أن تصيب المعنى بكل سهولة بدون حشو وبدون غرابة وبدون إبراز للعضلات اللغوية. ما شاء الله. نعم، دائما البساطة، الواحد منا عندما يملك الفكرة سيستطيع أن يعبر عنها. والله لي من العمر 18 عاما. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طيب أحمد، وصفنا مشهد المسابقة. مثل ما عرفت 700 متسابق حول العالم العربي أتوا إلى المسابقة، وتأهل منهم 36 متنافس، ومن 36 تقريبا 10 عمانيين هم الأكثر في هذه المسابقة. كيف كانت المراحل؟ عطفا على حديثك وما سبق وأن ذكرته في هذا الموضوع، 700 مشارك فعلا من الوطن العربي، بل أكثر من هذا العدد، تقدموا وتأهلوا 36 متسابق منهم 10 عمانيين والجنسية يعني الطاغية. يعني ما شاء الله. يعني ذكور كلكم؟ العمانيين 9 منهم ذكور. نعم، ذكور 9 وكانت أنثى واحدة. أنثى واحدة عمانية فعلا. ولكن تأهلوا للمرحلة 36 10. مرحلة 12 تأهلوا لها 3 عمانيين وهم محدثيك هنا في هذه الجلسة. نعم. وما إلى ذلك ما حدث بعد ذلك. طبعا في الجلسة أو في مرحلة 12 كنا قد وقعنا أنا ويوسف الكمالي في مجموعة واحدة، وسليمان الشريقي في مجموعة أخرى. كل مجموعة يقسم فيها المتسابقين إلى 6 متسابقين. أيوة نعم. طيب، فحدث وأن خرج يوسف من مرحلة 12 وتأهلت لمرحلة الستة. تساعدني الستة. طيب صح؟ صح. أي. وصعد سليمان الشريقي من جهة أخرى للمجموعة الثانية الستة. أيوة. ستة. نعم. أيوة، للمرحلة ما قبل النصف النهائي، والتقينا أنا وسليمان عمانيان آخران في تلك المرحلة، وصعدت بعد ذلك إلى مرحلة لاحقة. الآن نشاهد لقطات من مشاركتكم في برنامج فصاحة جماهيري للمرة الأولى. الناس بدأت تتابع بشغف وبحماس وبافتخار بكم. طيب أرجع لك يوسف، خارطة عودة، هذه يعني ما قدمته، لماذا اخترت شخصية الشيخ خلفان العيسري رحمة الله عليه في خطبتك؟ ربما سئلت هذا السؤال أكثر من مرة، وأنا أثني على هذا السؤال، أني أعتقد سبب انتشار خارطة عودة أكثر من مضمونها ربما هو
الذاكرة الجميلة للشيخ خلفان العيسري، خاصة أنها صادفت الشهر الذي رحل فيه الشيخ خلفان العيسري. يمكن هذه المعلومة يغفل عنها بعض الناس، في شهر 5 أعتقد رحل الشيخ خلفان العيسري رحمة الله عليه، وفي شهر 5 أيضا كانت خارطة عودة بلسان الشيخ خلفان العيسري. فأنا اخترت الشيخ خلفان العيسري لثلاثة أسباب جوهرية. السبب الأول هو أن الشيخ خلفان العيسري، يعني كنت أبحث عن شخصية عمانية تاريخية، نعم، وكان في خاطري أنني لن أتوغل بعيدا في التاريخ، أريد شخصية معاصرة. لماذا؟ حتى أستطيع أن يعني أنطلق في حديثي إلى الشباب المعاصر. نعم. لا أريد أن أخاطب، أيوة فعلا، لا أريد أن أخاطب الناس في بحدث تاريخي أو بمشهد تاريخي أو بجرح تاريخي. يعني ما الذي يمكنني أن أضيف عليه في هذا التاريخ إلا أن أعيد إنتاج بعض المشاهد وبعض الذكريات المفرحة أو الموجعة. فبحثت عن شخصية معاصرة فعلا، وبحثت عن شخصية يعني هم اشترطوا علينا أو اقترحوا علينا أن تكون الشخصية يعني من الشخصيات الذي قضت يعني أو توفيت. فقلت كيف أبحث عن معاصر وتوفي؟ فقلت سأبتعد قليلا عن فكرة المعاصرة والتاريخية إلى فكرة أخرى، وهي البحث عن الشخص الذي أشعر أنه يقترب مني من أكثر من جهة. الجهة الأولى جهة الرسالة التي أحملها يعني كعماني، وبالدرجة الأولى ك يعني كشخص مثقف فصيح أديب شاعر، يعني أحمل في نفسي هما أشعر أنه في بعض الأحيان يعني يميل إلى منح القيم. ووجدت هذا متجسدا بشكل كبير إلى الشيخ خلفان العيسري، هو ناضل وضحى في حياته من أجل أن يزرع الكثير من القيم في الشباب العماني. هذا سبب. والسبب الآخر أن الشيخ خلفان العيسري يعني كان خطيبا ربما يشبه الخليل بن أحمد الفراهيدي في الملمح، أنه لا ينتمي، يعني تراه خاليا من الانتماء تماما. حتى أشعر أننا لو سألنا أحدا الآن يعني ما هو مذهب الشيخ، ما هو معتقده، ما هو، أعتقد أن الناس سيحارون فيه كثيرا، لأنه كان مع الجميع. حتى يعني إن صنفنا الناس على غير المعتقدات، صنفناهم على سبيل المثال إلى ملتزم أو محافظ وغير محافظ، هذه التصنيفات التي تشيع في بعض المجتمعات، سنجد أن الشيخ خلفان العيسري أيضا مع كل الفئات. سبحان الله. فحرصت أن يعني أجمع شخص اجتمع أو أمثل شخص اجتمع عليه العمانيون، وهو كانت رسالته أصلا أن يجمعهم. فوجدت أيضا أنه الشيخ خلفان العيسري. والشيء الآخر أن الشخصيات التاريخية يعني ليست كل شخصية مؤثرة، ولا كل شخصية خطيبة ومفوهة تصلح أن تكون شخصية تاريخية، خاصة في بلد مثل عمان، يعني بلد مترامي الأطراف، بلد عميق الجذور في التاريخ، بلد يكتظ بالعديد من الأسماء الشامخة الراسخة. فمن الصعب أن يعني يخلد فيه شخص في تاريخ عمان إلا من كان يستحق الخلود فعلا. وهذا ما وجدته في الشيخ خلفان العيسري. يوسف، أنا مستمتع في سردك واختيارك للألفاظ ودقتك أيضا في المفردة. أسمع منك شيء في المشاركة اللي قدمتها في المراحل المتقدمة، أو خارطة عودة، أو طيب شيء خارطة عودة، بما أنه ولله الحمد وهذه دعاية سمعها أكثر من 110,000، فأنا أتجاوزها دائما، لأن الناس حتى بعضهم يرسل لي أننا يعني استمعنا إليها أكثر من مرة، فلا أريد أن أكررها مرة أخرى. طيب. ولكن ربما أشير هنا إلى المشاركة الأولى في فقرة من أنت. في فقرة من أنت عرفت بنفسي كما قلت كثيرا بما أحب، وهو بالشعر العربي الفصيح، وهو بوابتي أصلا إلى الفصاحة. يعني إذا سألت ربما حتى أحمد، إذا سألت سليمان، هم كلهم شعراء أيضا، كيف توغلتم إلى الفصاحة؟ فأعتقد أن للشعر النصيب الأسبق والأوفر في هذا الموضوع. نعم. فقلت في الفقرة: من أنا؟ أنت إله، أنا لا أعدل شيء، حطم الضعف عنادي، ولا وعودي لي، وضلوعي سجنتني، وطغى جلدي علي،
فبنور منك ربي أرني أنظر إلي. وقلت أيضا أنا اسمي يوسف واسمي لطيف مقارنة بحجم تحدياتي، ولو أني أهيم بكل واد ولكني أهيم بلا غواتي، وجمهوري أنا جمهور نفسي، وأشعل بالهتاف مدرجاتي، وأشعل غيرة الشعراء مني بقلة معجبي ومعجباتي. أيضا ختمت هذه المشاركة بقولي أنا كلما أصبحت أسأل من أنا، أنا وردة في بقعة مهجورة فلتخبروا عنها السحابة والسنة، إن الجميلة قد تكون فقيرة. الله، إن الجميلة قد تكون فقيرة. الله الله. أرجع لك سليمان. أهلا وسهلا. نمط الخطابة سليمان كان في نبرتك الصوتية يعني أثناء المشاركة، كونك أحد خطباء منابر الجمعة، هل أثرت هذا النمط الخطابي أثر في خطبتك ومشاركتك؟ نعم، أولا أود أن أذكر بأن الخطابة كانت حلم ليرافقني منذ الطفولة، فحينما كنت أذهب مع أبي لأداء صلاة الجمعة كانت الاستفهامات تنهال كثيرا على رأسي، وإن كنت في تلك الفترة لا أفهم ماذا يقول الخطيب، ولكن أتساءل في داخلي لماذا يقف أمامهم، هل يخجل من الناس، كيف سيتصرف إن سقطت الورقة من يدي. ولكن في النهاية بقى حلم ورافقني، وبدأت مرحلة الابتدائية، وعندما انتقلت إلى المرحلة الإعدادية ربما كان المنبر الإذاعي هو أول ظهور لي، فبدأت أشارك كثيرا في البرامج الإذاعية، في البداية فقرات بسيطة، وكنت أقرأ من الورقة وكما يقول العمانيين مثل سيف العازر كثيرا، ومرت الأيام حتى أصبحت بعد ذلك ألقي الكثير من الفقرات كالمقدمة والكلمة بدون أن أستعمل الورقة. بعد ذلك قررت أن أصعد المنبر في يوم من الأيام، وإن كنت قد واجهتني بعض المعيقات، ولكن قررت أن أصعد على كل حال، ولكن أردت أن أكون مختلفا، قلت سأصعد ولكن بدون أن أحمل الورقة معي. وبالفعل عندما كنت في الصف العاشر تقريبا استطعت ولله الحمد أن أصعد إلى المنبر وألقي خطبة دون ورقة. نعم ولله الحمد. ففي ذلك اليوم أحسست بشيء من الإنجاز، وربما كان اهتمامي بالخطابة وفيما يتعلق بالمنابر الإذاعية هو باب من بوابة الدخول إلى الفصاحة وإلى التعلق باللغة العربية. بعد ذلك عشقت الأسلوب الخطابي كثيرا، وربما هيمن علي وأصبح يخيم على طريقة كلامي في كثير من الأحيان، حتى وصلت إلى برنامج فصاحة، وكانت من الملاحظات التي تلقيتها من لجنة التحكيم بما أن البرنامج برنامج إعلامي أن أسلوبي كان خطابيا. طيب. أخذت بعض التدريبات وبعض الطرق على الأسلوب الإعلامي. طيب نعم، الخطابة التي تفتخر بها أمام لجنة التحكيم، نسمع شيء منها، تسمعنا شيء؟ حسنا إن شاء الله. هذه الكلمة أوجهها إلى شباب القرن 21، وأقول لهم: الشباب هم عماد الأمة وعزها المجيد ومجدها التليد، الشباب هم قوة الشعوب وسبب الفتوحات وأساس الانتصارات، ومن قرأ التاريخ وتصفح كتب السير والمغازي لرأى رأي العاقل المنصف الرشيد كيف أن الشباب في صدر الإسلام وبعده كانوا لبلاد الكفار فاتحين، وعن بلاد الإسلام منافحين ومناضلين، تجدهم محاربين وتراهم مقاتلين، يهابهم الأعداء ويعزهم من في السماء، ولكن عندما يقلب الحصيف بصره وينقل اللبيب نظره ويتأمل في شباب اليوم، فإنه لا يجد اليوم إلا شبابا قد وهنتهم حمى الغرب وضربتهم شمس التقدم الزائف، وطغت عليهم حضارة الكفر وقذف في قلوبهم الوهن، فأصبح الكثير منهم يهرف
بما لا يعرف، تراهم سكارى وما هم بسكارى. تأملوا في أحوال أولئك الشباب والشابات عبر الشوارع والطرقات، تأملوا تلكم القصات والموضات، سلاسل وقبعات، دخان ومخدرات، أشكال غريبة وهيئات عجيبة، شباب تائهون حائرون يطبعون شعارات الغرب وأعلامهم حتى يعلقوها على سياراتهم، تفحيط بالسيارات، سرعة فائقة، أغاني صاخبة، إزهاق لأرواح الأبرياء، إلى غيرها من الأشياء التي لا تحمد عقباها. لذلك ينبغي لنا أن نعود عودا حميدا إلى المنهج الصحيح والدرب القوي. الله الله. أحمد، لماذا انتقدت الوارث بن كعب ولم تختر غير هذه الشخصية العمانية دون غيرها؟ أنطقت الوارث بن كعب الخروصي في ذات المعالجة التي أنطق فيها يوسف الكمالي الشيخ خلفان العيسري رحمه الله لسبب مهم جدا. أنني رأيت في شخصية هذا الرجل أسباب كثيرة لما أود أن أقوله أو أوجهه للعالم من خلال خطبة تحدثت فيها عن المسؤولية. الوارث بن كعب الخروصي أحد أئمة عمان الذين تولوا إمامة عمان في سنة 179 للهجرة. هذا الرجل تولى مسؤولية عمان تبنيا في الذات، تبنيا انتماء أو عفوا تولى هذه المسؤولية يعني بقدر كبير حتى أن أصبحت جزءا منه، لدرجة أنه في يوم من الأيام أخبر بأن هناك مجموعة من السجناء قد شرفوا على الغرق بعدما فاض أحد الأودية عليهم. وأعتقد كما في الروايات أنه وادي كلبو، وبلغه الأمر فطلب من الحرس أن يخرجوا السجناء، فتعذر من يقوم بإخراجهم. فحينما رأى هذا الأمر بينه وبين إنسانه الدفين، وجد أن هناك مشكلة وأن هناك ضميرا يناديه وأن هناك مسؤولية عميقة تجر تجاههم لا يمكنه أن يتجاهلهم، وهو الذي حبسهم وقيدهم. ماذا قلت فيه؟ سئل عن يسأل عن تقييدهم، يعني أكمل حديثي حفيظ عفوا، ولكن أيضا من مسؤوليته أن لا يتركهم بقيدهم يغرقوا هكذا. فتحمل مسؤوليته وقام بمحاولة أخيرة لإخراجهم بنفسه وغرق دون ذلك. ماذا قال أحمد فيه؟ ماذا أنت قلت فيه؟ لا يحضرني فعلا ما قلته بالتحديد في طيب خطبة. نسمع أي شيء آخر. أنا أنصح الوارث إما رسالته التي وجهها إلى هند أو رسالته إلى النخلة في عبري. والله يصعب كلا الأمرين، ولكنني أوجه رسالتي إلى الوارث بن كعب الخروصي. نعم. أو على لسانه وما قلته، المسؤولية ثلاث: أن تقوم بما يترتب عليك قبل أن تسأل حقا أو واجبا من الآخر. جميل. والثانية أن تدفع ثمن أخطائك لوحدك مثلما تجني ثمن نجاحك لوحدك. الله. لا أذكر الثالثة جيدا، ولكن بإمكان من يتابعون هذه الخطبة أن يجدوها في مكان آخر، ولكنني حذرت أيضا من اثنتين: التقصير والمكابرة. التقصير والمكابرة، لأن هذا الزمن لا يغفر التقصير ولا يجمله بواسطة أبدا، وهذا أمر مهم. هذا أضيفه شخصيا، عبارة وجدتها كثيرا وتحايلت عليها كثيرا وحاولت أن أقولها في الخطبة، ولكنها لن تناسب عصر هذا الرجل: الشاحنة تلزم اليمين. الله. هذه عبارة مهمة جدا، تعني من المسؤولية الكثير. أنه بالفعل علينا إذا ما شعرنا بأن مسؤولياتنا تثقلنا بشكل كبير أن نتنحى يمينا وأن نترك الآخر يقوم بالمسؤولية عنا كي لا تتوقف مسيرة الحياة. هذا ما تحدثت عنه في خطبة المسؤولية، بارك وعلى الله فيكم. لسان الوارث بن كعب الخروصي، ولكن بدون عبارة الشاحنات. أنا استمتعت
وفخور جدا اجريت هذه المقابله معكم. واليوم اصبحت شعبيتكم ما شاء الله بين اوساط الشباب ويتداولوا في الواتساب كل ما قدمتموه في هذه المسابقه في برنامج فصاحه. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا لك احمد بن سالم الكلباني، وشكرا لك يوسف بن عبد القادر الكمالي، وشكرا لك سليمان بن احمد الشريقي. مشاهدينا الاحباء، الى هنا نكون وصلنا معكم الى ختام حلقه اليوم. تحيه من فريق عمل من عمان، تحيه من مخرج البرنامج حمود الحسني. التقانا في الغد يتجدد، وإلى ذلك حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.